اجتمع مكتب المجلس اليوم وناقش عدة أمور وناقش كل البنود الموجودة على جدول الأعمال، لكن فيما يتعلق بسؤالكم في إمكانية عقد الجلسات وموعدها، ناقش مكتب المجلس هذا الأمر، وحتى الآن لم تصلنا التقارير الصحية من وزارة الصحة. تم فحص تقريبا 38 نائب، وأيضا تبقى عدد من النواب لم يتم فحوصاتهم، ففور استكمال كل التقارير عما حدث في الجلسة الماضية سيكون لمكتب المجلس اجتماع إن شاء الله لاحق في هذا الأسبوع. ما هو مؤكد بأن هالأسبوع يوم الثلاثاء هذا ما في جلسة، ونأمل إن شاء الله أن تستكمل كل الإجراءات اللازمة لنعقد جلسة الأسبوع القادم، وذلك أيضا بالتنسيق. اليوم تكلمت أنا وأخي سمو رئيس مجلس الوزراء في هذا الموضوع، وسنناقش إن شاء الله الأمر بعد استكمال كل التقارير الصحية الواردة من المراجع الصحية.